طيب حللني يا سبونا. اللهم كن بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا إلينا أن في تجربة، لكن نجينا من الشر المسيح سوى ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. الآب الأبد آمين. نكمل جزء كده برضك من سفر أشعياء، وإحنا بنشوف عمل المسيح المخلص. ناخد جزء من إصحاح 28، أشعياء 28 ومن عدد 14. يتكلم عن عمل المخلص، بيتنبأ عن عمل السيد المسيح. يقول إنه بشفاء لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب الذين قال لهم هذه هي الراحة، أريح الذارح، هذا هو السكون. يعني إذا كانت الخطيئة أتعبت الإنسان وبهدلت الإنسان، والإنسان يرزح يعني تحت التقل التقيل، عمال يجرجر في نفسه مش قادر يقف، ففي أمر كده ربنا بيقول أريحه الراذح، ريحه الإنسان اللي شال شيلة تقيلة وحمله تقيل. ربنا بيدعوهم للراحة، لكن الإنسان في عناده وفي أسوته أو في عدم تصديقه وفي عدم طاعته يقول ولكن لم يشاءوا أن يسمعوا. سوري يا أبونا، ما نشوف إصحاح كام يا أبونا؟ 28 من عدد 14. شكرا مرسي. إصحاح 28 عدد 14. فربنا إرادته ومصرته تجاه الإنسان إنه عايز كل إنسان راذح أو حمله تقيل، عايز يريحه وعايز يديله الهدوء والراحة دهية. لكن مشكلة الإنسان إنه لم يشأ يعني ما عندوش الإرادة، مش عايز، مش قادر، مش عارف، لأنه ما بيسمعش، ولما بيسمع ما بيصدقش، وحتى لو صدق ما بيطوعش، ما بينفذ. فعشان كده بيقول هو دعاهم لده لكن لم يشاءوا أن يسمعوا. فكان لهم قول الرب أمرا على أمر، أمرا على أمر، فردا على فرد، فردا على فرد. يبصوا لربنا كده بيقولوا انت عملت تدينا أوامر، عملت تحط علينا فرائض، عملت تحط علينا تقل، وبجاي تقول انك عايز تريحنا. طب ما انت اللي عمال تقول لنا صوموا وصلوا اعملوا، كل دي تقل على الإنسان. هنا قليلا هناك قليلا لكي يذهبوا أو يسقطوا إلى الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخذوا. ومحدش عارف يعيش الكلام ده، عشان كده الكل عمال يقع. إذا كان ده حل الإنسان، ربنا بقى بعت كلمة: لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهز ولاة هذا الشعب الذي في أورشليم. أنتوا اللي بتستهزئوا ومش مصدقين ومش عايزين تاخدوا قوة هذا الكلام، لأنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية. ده حالة اليأس اللي وصلت للإنسان بسبب كتر الخطيئة. قال يعني ما مناش فايدة، احنا كاتبين عقد مع الموت، الموت هيسود على الكل، وفلسفة الإبقوريين المشهورة نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. إذا كنا ميتين ميتين، ضايعين ضايعين، ما مناش فايدة. كل الكلام اللي بنسمعه ده أهو خيال في وهم في تأملات،
لكن ما فيش حقيقة. قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية. الهاوية اللي هي الحفرة العميقة اللي ملهاش قرار. الصوت الجارف إذا عبر لا يأتينا لأننا جعلنا الكذب ملجأنا. بعدين يلجأ الإنسان للإحساس الكاذب بالطمأنينة، يقول لا أنا مش هيحصل لي حاجة، أنا يعني متفق مع الموت، الموت مش هيقرب مني، متفق مع الهوية، الهوية مش هتبلعني. اتنين أو نوعين من البشر، في نوع يائس ويقول خلاص أنا ضايع ضايع، وفي نوع تاني بيحاول يعيش في الوهم الكذاب يقول أنا مش هيحصل لي حاجة. الصوت الجارف ده الصوت الكرباج، يعني اللي بياخد الكل في سكته مش هيجي ناحيتي. عبر لا يأتينا لأننا جعلنا الكذب ملجأ ملجأنا والغش وبالغش استطرنا. إنسان ساعات يعيش في الوهم وفي الكذب ويصدق الكذب بتاعه، زي ملاك كنيسة اللوادوكيين في سفر الرؤيا اللي قال أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة بي إلى أحد، أنا مطمن أموري كلها مترستقة وكله تمام التمام، الموت مش هيقرب مني والهوية مش هتجيلي. زي دلوقتي فكرة برضك من نوع الإلحاد المعاصر اللي قالوا أنا فيش حياة بعد الموت، لا في دينونة ولا في أي حاجة. بطرق كتيرة وبأشكال كتيرة ساعات الإنسان يحاول يطمن نفسه. لذلك هكذا يقول السيد الرب، ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر ذاوية كريما، أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب. حجر الزاوية ده أو الحجر الكريم الغالي ده يعني متأسس، يعني ثابت، هو شخص المسيح، لمحة يلمحها أشعية كده ربنا يكلمه عن هذا الحجر، والمسيح اتكلم كده يعني عن نفسه بأن هو الحجر، شافوا دانيال حجر قطع بغير يدين، وهو قال على نفسه الحجر الذي رذله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، الحجر اللي مدوش أهمية ده هو طلع أهم حاجة. وقال كده في مثل الكرامين عن نفسه، وقال إن اللي يتشنكل في الحجر ده يتردد، لكن لو الحجر وقع عليه يسحق الإنسان، فهو حجر صخرة وعثرة. الإنسان اللي ما يصدقش وما يقبلش وما يبنيش عليه يتشنكل. فشاف هذا الحجر، وبرضك يعقوب أبو الآباء لما سند رأسه على حجر وهو هربان من أخوه عيسو، شاف السلم اللي واصل من السماء للأرض وقال هو ده بيت الله والله موجود في هذا المكان. فبيديهم هذا الوعد إن لا الإنسان يعيش في اليأس ويقول ما فيش فايدة، ولا الإنسان يعيش في الوهم الكاذب في الطمأنينة الكاذبة اللي يجعل الكذب الملجأ بتاعه اللي بيستخب فيه. لكن الإنسان اللي عايز يبقى ثابت وما يتغيرش وما يتعرضش لأي شيء يهزه لازم يبني على الحجر المؤسس. ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجراً، حجر امتحان، حجر ذاوية كريماً، أساساً مؤسساً، من آمن لا يهرب. اللي آمن يعني اللي صدق واللي طاوع واللي اختبر، ما يهربش بقى بأمور الكذب، ما يهربش بأمور الخوف، ما يهربش من أي حاجة، من آمن لا يهرب. واجعل الحق خيطاً والعدل مطماراً
فيخطف البرد ملجأنا ملجأ ملجأ الكذب ويجرف الماء السنارة. الحيط والمطمار دي أدوات بيستخدمها البن عشان يطلع الحيطة مستقيمة لفوق. فاللي عايز يبني صح ويبني بناء ثابت وقعش بناء مظبوط لازم يمسك في هذا الحجر، يبني على أساس المسيح. عشان كده كل علاقة لازم تبقى على أساس المسيح، علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الآباء بالأبناء، علاقة الإخوة ببعض، علاقة الأصدقاء ببعض. عشان تبقى علاقة ثابتة ما تتغيرش لازم تتبني على حجر الزاوية، لازم تبتدي تتبني على الثابت، ما تتبنيش على المتغير، مش مجرد مشاعر أو مصالح أو عواطف أو رغبات، لا، تبقى مبنية على أساس ثابت اللي هو حجر الزاوية المسيح اللي ما بيتغيرش تغيير ولا ظل دوران. وياخد بقى الحقيقة اللي ما فيهاش كذب وغش، يمحى عهدكم مع الموت ولا يثبت ميثاقكم مع الهاوية. الاتكال الكاذب اللي كنتم مطمنين عليه ان الموت مش هيقرب منكم والهاوية انتم متفقين معاها يعني ومرتبين اموركم، لا، مش ده يبقى اتكالكم، لكن اتكالكم على الثابت مش على المتغير. يمحى عهدكم مع الموت ولا يثبت مثاقكم مع الهاوية. الصوت الجارف اذا عبر تكونون له للدوس، كلما عبر يأخذكم، فإنه كل صباح يعبر في النهار وفي الليل ويكون فهم الخير فقط انزعاجا. لأن الفراش يعني السرير قد قصر على عن التمدد. الإنسان يعني اللي حاسس إن هيفضل طول حياته مرتاح بنفسه وإن سريره عمال يطول معاه ويتمدد معاه، لا، هيجي وقت السرير مش هيشيله، مش هيقدر يتمدد معاه. والغطاء ضاق عن الالتحاف. الغطاء ده يعني الحاجة اللي بتغطي على الإنسان. هيجي وقت اللحاف مش هيقدر يغطي الإنسان، الإنسان هيبقى أكبر من اللحاف. عشان كده بيقول ما تخليش الطمأنينة بتاعت الإنسان من المتغير، سواء بأن كانت المادة بتاعته أو المكان اللي عايش فيه أو العلاقات بتاعته أو الوظيفة بتاعته أو العلم بتاعه، لأن هيجي وقت الحاجة اللي متغطي بيها دي مش هتقدر تغطيه كويس. لأنه كما في جبل فراسيم يقوم الرب، وكما في الوطاء عند جبعون يسقط ليفعل فعله الغريب ويعمل عمله عمل الغريب. فالآن لا تكونوا متهكمين لألا تشد ربطكم، ما تستهتروش بالكلام لألا يجي عليكم أصعب، لأني سمعت فناءً قضي من قبل السيد رب الجنود على كل الأرض، لأن في دينونة جاية على الأرض كلها. وكون الإنسان بيقول مفيش حاجة من الحاجات دي هتيجي، مش معناه إنه يعني خلاص ضمن نفسه ونجى نفسه. وكون أنكروا وجود الله وأنكروا وجود حياة أخرى، هم بكده اطمأنوا وريحوا دماغهم، لأن حييجي. فلازم الإنسان الأول يبقى عنده من الذكاء إنه يبني على الأساس المؤسس الكريم الثابت الغير قابل للتغيير. اصغوا
واسمعوا صوتي، انصتوا واسمعوا قولي. ربنا بينبه كده، يعني اصغوا واسمعوا، يعني انصتوا باهتمام لكلمة ربنا، لأن ربنا عايز يقول لنا حاجة في مصلحتنا أو حاجة مهمة قوي. هل يحرث الحارس كل يوم ليزرع يشق أرضه ليمهدها؟ أليس إنه إذا سوى وجهها يبذر بالشونيز ويذري الكمون؟ ربنا عايز يقول حاجة مهمة قوي، إن لكل وقت عمل معين أو حاجة معينة بتحصل. يعني الإنسان اللي بيزرع في وقت يحرث فيه، يحرث يعني يقلب الأرض، لكن مش هيفضل كل يوم يقلب الأرض. تقليب الأرض والحرث ده هياخد فترة معينة، لكن بعد ما يخلص الفترة دي يبتدي يبذر البذور، الشنيذ والكمون اللي هيزرعه. بعد ما بيحرث الأرض لازم يسويها ويوضبها ويدكها، وبعد كده يبذر البذور. لكن الأرض مش هتفضل كل يوم تتحرق. فإذا كان ربنا بيأدب في الإنسان، فالتأديب ده فترة مؤقتة، لكن مش هيفضل كل يوم يضرب. في وقت للتأديب، في وقت للإثمار، في وقت للفرح، في وقت للحزن، في وقت كل حاجة. لكن عمر ما حياة الإنسان بتمشي في وتيرة واحدة. فهل يحرث الحارس كل يوم ليزرع ويشق أرضه ويمهدها؟ أليس أنه استوى وجهها يبدر الشنيز ويدرس الكمون ويضع الحنطة في أتلام؟ الحنطة اللي هي القمح يحطها أكوام أكوام، والشعير في مكان معين، ما بيسيبش النباتات كلها على بعض، لكن كل نوع يحطه في مكان معين. الحنطة ده أكل الناس الأغنياء القمح، والشعير ده أكل الناس الغلابة الفقراء، في مكان معين. والقطاني في حدودها، القطاني اللي هو البقوليات زي الفول والفاصوليا الناشفة والحاجات دي، كل حاجة تتحط في مكان معين، لأن كل حاجة بتتزرع في حتة معينة وليها وقت معين. لكن عمر ما هتبقى حياة الإنسان تأديب على طول، أو ألم على طول، أو فرح على طول، أو راحة على طول. فيرشده بالحق يعلمه إلهه. ربنا اللي هو الحق اللي بيعلم الإنسان وبياخد الإنسان واحدة واحدة، عارف إمتى زمن التأديب وإمتى زمن التعزية، إمتى زمن الألم وإمتى زمن الراحة، إمتى زمن الصحة وإمتى زمن المرض. لكن عمر ما هتبقى الحياة الإنسان على وتيرة واحدة. إن الشونيز لا يدرس بالنورج، عشان الشونيز يفصلوا الحبة عن القشرة مش ممكن يعملوا بالنورج. النورج ده عشان القمح، لو دس بالشونيز النورج ده هيتفاز. ولا تدار بكرة العجلة على الكمون، برضك عشان يطلعوا الكمون مش ممكن بالعجلة أو بالنورج، بل بالقضيب يخبط بالقضيب بالعصاية كده، يقعدوا يخبطوا فيه علشان يكسروا القشرة السميكة. بل بالقضيب يخبط الشونيز والكمون بالعصا. فكل حاجة علشان تعد وتجهز ليها الأداة بتاعتها. وبرضك نفس الحكاية، مش كلنا بنمر بنفس الظروف. كل واحد فينا، كل واحد ليه نوعية معينة في معاملات الله، سواء في التأديب والألم، أو سواء في الراحة وفي التعزية وفي الشفاء.
مش شرط اللي ربنا بيعمله معايا يعمله مع أي حد تاني. كل واحد ربنا بيبقى فاهم احتياجه إيه، وفاهم الطريقة اللي يتعامل بيها معاه. ربنا كفلاح نشيط وعنده خبرة وذكاء، يعرف يتعامل مع كل نوعيات البشر. ففي اللي يدرس بالنورك، في اللي يتخبط بالعصاية، يدق القمح لأنه لا يدرسه إلى الأبد. والقمح ده علشان يطلعوه مش هيفضل يداس للأبد. فيسوق بكرة عجلته وخيله لا يسحقه. هذا أيضا خرج من قبل رب الجنود، عجيب الرأي عظيم الفعل. فربنا يعرف يتعامل مع كل نوعية منا. وربنا القادر ده وصفه بكلمتين، عجيب الرأي وعظيم الفعل. يمكن احنا بنبص لربنا ونقول له انت ليه عملت مع فلان كده وما عملتش مع فلان كده؟ لا، ربنا عارف كل واحد بظروفه، وفاهم كل واحد بدواخله، وعارف مصير كل واحد. هو عظيم الفهم، ولانه عظيم الفهم وفهمه يعلو على ادراكنا، هو ايضا عجيب الرأي. لما بيحكم على حد احنا بنستعجب ونقول ليه انت سمحت بكده، ليه ده مات وهو سنه صغير، ليه ده عايش وهو سنه كبير، ليه ليه. كلمة ليه دي الانسان بيقعد يسألها كتير، لكن لو عرف طبيعة ربنا، طبيعة ربنا يعني دي اللي بيعلنها لينا، هو عجيب الرأي وعظيم الفهم. مين اللي يقدر يدرك ويفهم أعمال ربنا وأحكام ربنا وفكر ربنا وفهم ربنا ليه؟ مين اللي يقدر يستوعب كل ده؟ مين اللي يقدر يعيش ده؟ شيء كبير قوي وشيء فوق بعد الإنسان. فهنا بيلمح إن المسيح هو حجر الزاوية، الحجر الأساس، المؤسس الكريم اللي لازم نبني عليه. وفي نفس الوقت لازم نبقى عارفين وفاهمين إن ربنا عجيب الرأي عظيم الفهم. فما نقعدش نتساءل ليه انت بتعمل كده، لكن نقدر نقول له فهمني يا رب. وحاجة تطمننا إن أوقاتنا كلها مش هتبقى حاجة واحدة، في وقت للحرث وفي وقت للتمهيد وفي وقت للزراعة وفي وقت للحصاد وفي وقت حتى الحصاد اللي اتحصد ده لازم يتنظف، يتشال القشرة منه، لازم يتفصل الحب عن الحاجات اللي ملهاش لازمة. وكل ده كل واحد ليه طريقة معينة ربنا بينقيه بيها وينظفه بيها عشان يبقى نافع وعشان يبقى صالح للاستخدام اللي يجيب فايدة. فهنا بيورينا عمل المسيح اللي لازم نبني عليه، وعمل المسيح وتعاملاته، إن المسيح عجيب الرأي عظيم الفهم، لكن لازم نبقى واثقين فيه، في أبوته، في محبته، وفي كل الطرق اللي بيستخدمها علشان يطلع منا حاجة نفعة تفيد. اكتفي بكده، لو حد يحب يعلق على حاجة تحت أمره. سلام يا ابونا، زي قدسك. الحمد لله بيك. في الآية الأخيرة اللي هي 29،
عجيب الرأي وعظيم الفهم، وبتقول نقول لربنا فهمني. طب لو أنا ما فهمتش وأنا في الدنيا، فبيقول هتفهم فيما بعد، هفهم إزاي الناس كل العالم ده يفهموا الكوارث أو اللي حصل فينا على الأرض، هيفهم كل واحد إزاي؟ فهمنا كل واحد وحده ولا يفهمنا إزاي؟ عنده القدرة العجيبة أنه يفهم كل واحد وحده ويفهم العالم كله، غير محدود. أيوة، مهما كان الناس كتيرة في العالم فهي أيضا محدودة، لكن غير محدودية الله تغلب محدودية البشر. Who is wonderful in counsel and excellent in guidance، ويعرف يقود الإنسان للطريقة اللي تريحه وتفهم كل واحد لوحده. مرسي يا بونا. سلام يا أستاذ بونا. سلام. نعم. هو في العدد بتاع 15 بيقولوا لأننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استطرنا، فربنا بيرد عليهم في عدد 20 لأن الفراش قد قصر عن التمدد والغطاء ضاق عن الالتحاف. فهل معنى كده زي ما المثل بيقول الكذب ملوش رجلين؟ يعني بيقول لهم كده حيبان حيبان، وقال كده ليس خفي إلا ويعلن. هيجي وقت هيكشف كل الحاجة اللي الإنسان متغطي بيها دي، هيجي وقت ومش هتعرف تغطي. شكرا يا أتسابون. ربنا يكون معاكم، تشكر لمحبتكم. أبونا صلينا، أبونا شنو تفضل أوسك. أبونا أنا صليت في البداية، تفضل يا أختي. تفضل أوسك. من الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. ليك يا رب كل مجد وكرامة وكل شكر، نسبحك ونباركك ونمجدك من أجل أحكامك، فأنت عجيب الرأي وعظيم يا رب الفهم. نسألك يا رب فهمنا وارشدنا واعطينا أن نبني عليك أنت أيها الحجر الكريم الأساس المؤسس، أعطينا أن نبني على الثابت وليس على المتغير، بشفاعة أمنا الطاهر البتول مرتا مريم وأبائنا الرسل الأطهار وكروزنا ماري مرقس. اسمع واستجيب لينا واجعلنا مستحقين أقول لك بكم. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. تعيش وتعلمنا يا بونا. مكسيه يا شكرا. سبونا كل سنة.